الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اللجنة الأولى، اللجنة الاجتماعية والتنمية البشرية والعلاقة مع المجتمع المدني. أي خمسة محمد أيت صالح. رئيس محمد أيت صالح. لا أريكم اللجنة الثانية لجنة الخدمات الجماعية والمرافق العمومية الرئيس حسين أيد بوترواد نائبه عزي طه. اللجنة الثالثة لجنة الميزانية والشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة الرئيس سعيد أيد حشا نائبه ميناء أيد غبر أو نائبته سعيد حشا رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة. اليوم بفضل الله تم انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لتمضان بورسيت برئاسة السيد الحسن عيتي صحابي مقر الجماعة. نسبة لجدول أعمال هذه الدورة يتكون من نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى إحداث وتأليف اللجان الدائمة في حاضرة المجلس، النقطة الثانية انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم. يعني طبقا لمقتضيات النظام الداخلي وتنزيلا لهذه المقتضيات تم إحداث ثلاث لجان دائمة في حاضرة المجلس. اللجنة الأولى يعني لجنة الميزانية والشؤون المالية والاقتصادية والبرمجة، اللجنة الثانية يعني لجنة الخدمات الجماعية والمرافق العمومية، اللجنة الثالثة لجنة الاجتماعية والتنمية البشرية والعلاقات مع المجتمع المدني. يعني الحمد لله تم انتخاب مرت عملية الانتخاب في جو يسوده الديمقراطية والشفافية، وتم انتخاب بالإجماع رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية، كما تم انتخاب السيد حسين بوتسغوال رئيسا للجنة الخدمات الجماعية والمرافق العمومية، وبالنسبة للجنة الأخيرة تم انتخاب السيد محمد أيت صالح رئيسا لها. وبهذه المناسبة نشكر السيدات والسادة الأعضاء اللي وضعوا فينا الثقة في هذه المهمة الجديدة، ونتمنى أننا نكون في خدمة الصالح العام للعباد والبلاد. شكرا. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.